الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. ذكرنا في قول الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة أن الذين اتبعوا المسيح عليه السلام هم الذين آمنوا به من بني إسرائيل ومن غيرهم، ووحدوا الله عز وجل وشهدوا له بالنبوة والرسالة ودعوا إلى توحيد الله عز وجل، ثم هم بعد ذلك المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين تابعوا المسيح على دينه وعقيدته دون من كذبوه من اليهود ودون من ألهوه وقالوا بأنه ابن الله من النصارى. وهذه الفوقية المذكورة وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا هي فوقية حجة على الدوام، فوقية سلطان وبيان، حجة المؤمنين دائما فوق حجج الكافرين المخالفين للحق في شأن المسيح صلى الله عليه وسلم، سواء منهم اليهود أو النصارى المثلثين المؤلهين للمسيح. ثم هي كذلك فوقية قوة وسنان في أوقات موزعة منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام متفاوتة، ويكون الأمر سجالا بين الطرفين، لكن نهاية الأمر أن يكون قبل يوم القيامة أن يكون هناك ظهور تام بالقوة والسنان لأهل التوحيد على أهل الشرك والتثليث والتكذيب كذلك. فالمسلمون أتباع المسيح صلى الله عليه وسلم يقتلون اليهود مقتلة عظيمة مع الدجال، ويقتلون النصارى مقتلة عظيمة قبل الدجال في الملاحم الكبرى، وبعد ذلك ينزل المسيح صلى الله عليه وسلم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. فهذه الفوقية فوقية القوة والسنان يكون منها ما شاء الله أن يكون، وقد كان ووقع، والحرب بين المسلمين وبين من خالفهم سجال، ثم تكون لهم العاقبة. وفي قوله سبحانه وتعالى
فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، يشمل الذين كفروا بتكذيب المسيح كاليهود، والذين كفروا بالشرك بالله بالقول بأنه هو الله أو أنه ثالث ثلاثة أو أنه ابنه والعياذ بالله. فكل هذا من الكفر الذي يستوجب العذاب الشديد في الدنيا والآخرة، وهذا دليل على أن الكفر جزاؤه في عاجل الدنيا قبل الآخرة، لأن الله قال فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. فهناك إذن عذاب في الدنيا للكفار. قد يقول قائل وكيف وهم يتنعمون في أنواع الرفاهية ونحن نراهم أوسع الناس رزقا؟ نقول هذا لا يستلزم الراحة النفسية ولا طمأنينة القلب ولا السلامة من العذاب، بل الله عز وجل يعذبهم وإن كان معهم من الرخاء والمال والسلطان والجاه ما معهم، آية بينة منه سبحانه وتعالى. ذلك أن من كفر بأنبياء الله ورسله لا يتنعم بشيء، لا يتنعم بشيء ولا يجد لذة ولا راحة طالما أن الله قد أخبر فقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عاما. فلا بد أن يجد المعيشة الضنك والعياذ بالله. ثم العذاب الشديد في الآخرة عذاب الخلود في النار، نعوذ بالله من ذلك، ولا ناصر لهم ينصرهم من دون الله وما لهم من ناصرين. لأن البعض قد يظن أن حبهم للمسيح مثلا أو حبهم للصالحين من الحواريين الموحدين سوف ينفعهم، نقول لا ينفعهم شيء من ذلك، ولا ناصر لهم من هؤلاء ولا من غيرهم، بل المسيح يتبرأ منهم ومن قولهم واعتقادهم. وكذا المؤمنون دائما في زمن المسيح وما بعده وما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يتبرؤون من هؤلاء، وحبهم وغلوهم في حبهم للمسيح وللصالحين الذين اتبعوه لا يلزم منه نجاتهم. وكم من مدع لحب الله عز وجل وأنبيائه ورسله مخالف لتوحيده لا ينفعه ذلك الحب، ولا يجد له من دون الله ناصرا طالما أشرك بالله ومات على ذلك. وأما ختم قوله سبحانه وتعالى وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم بقوله والله لا يحب الظالمين، فهذا والله أعلى وأعلم تنبيه على أنهم وإن زعموا حب الله سبحانه وتعالى فلا يتحقق لهم بدون الإيمان. إن زعموا أنهم يحبون الله عز وجل لكنهم ظلموا أنفسهم الظلم الأكبر بالشرك بالله فلا ينفعهم ذلك، فهم يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. الفريقان من اليهود الذين كذبوا والنصارى الذين ألهوه، اليهود الذين كذبوا المسيح والنصارى الذين ألهوه، كلا الفريقين يقول نحن أبناء الله وأحباؤه. فالله لا يحبهم وإن زعموا محبته، وهم ظلموا أنفسهم الظلم الأكبر حين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، والله أعلى وأعلم. أما قوله تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، قال ابن كثير رحمه الله أي هذا الذي قصصنا عليك يا محمد في أمر عيسى ومبدأ ميلاده وكيفية أمره، وهو مما قاله تعالى وأوحاه إليك ونزله عليك من اللوح المحفوظ فلا مرية فيه ولا شك، من الآيات والذكر الحكيم، هو من الذكر الذي عند الله عز وجل. يقول ونزله عليك من اللوح المحفوظ، أو يمكن أن يكون من الآيات لبيان الجنس وليس ابتداء الغاية كما يوحي إليه كلامه. فجنس ما أوحي للنبي عليه الصلاة والسلام هو كلها معجزات،
مما يذكر الله عز وجل به، لأنه يتضمن التوحيد الخالص الذي لا شرك فيه، وهو محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حكيم. ثم هو وقد وضع الأشياء في موضعها كلها، فهذا كله مدح للقرآن وبيان أنه الذكر الحكيم، وأنه آيات معجزة باهرة دالة دلالة قاطعة على ما حقيقة ما جرى وعلى صحة ما يعتقده أهل الإيمان. يقول كما قال تعالى في سورة مريم: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. فالقرآن هو الآيات وهو الذكر الحكيم، آيات لأنها معجزة، لأنها دالة دلالة قاطعة على حق، أنها حق وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وهو الذكر الحكيم، الذكر الذي يذكر الله به، لأن الذكر في الأصل الاعتقاد الصحيح الواجب الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى وأنبيائه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والملائكة وسائر أصول الإيمان. فهو الذكر الذي يوحد الله عز وجل به، وهو كما ذكرنا حكيم لأنه محكم، وحكيم لأنه وضع الأشياء في مواضعها. ثم قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. هذه الحجة العقلية في إجابة السؤال المشهور الذي يذكرون: إذا كان عيسى بلا أب فمن أبوه؟ فذكر الله عز وجل قياس الأولى في هذا المقام، وهو أن آدم بلا أب ولا أم، ولا يلزم أن يكون له أب وأم، فالله قادر على كل شيء، بكلامه يخلق الخلق كما يشاء سبحانه وتعالى، وهذه حجة ظاهرة جدا. فإذا ازددنا علما في زماننا عن مخلوقات تخلق من أحد الزوجين فقط، يكون هناك زوجان ويقدر الله سبحانه وتعالى أن يخلق الولد أو الكائن الجديد من أحد الزوجين فقط، كما هو معلوم مثلا في النحل والنمل أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يعني يخلق الذكور من بويضات غير ملقحة في النحل، البويضة سبحان الله أن عدد كروموزومات الذكر النحل والنمل نصف عدد كروموزومات الأنثى، فهو يخلق من جانب واحد فقط من بويضة غير ملقحة، فهذا في قدرة الله يسير. إذا لقحت بويضة النحلة صارت إما ملكة وإما شغالة، شغالة أنثى عقيمة، والملكة أنثى منتجة للبويضات، الملكات يمكن أن تصبح كثيرة ويتغير ذلك بنوع الغذاء، لكن الذكور تخلق من بويضة غير ملقحة من الأنثى، فهذا في قدرة الله نراه وليس بعجيب. والشكل الخارجي والتكوين واحد رغم نقص عدد الكروموزومات، ورغم اختلاف يعني أن هذا لم يأتي من الزوجين من الذكر والأنثى، بل وينشأ ذكر منتج، يعني ذكر غير عقيم، ذكر قادر على التلقيح ووضع ما يشبه الحيوانات المنوية التي تلقح البويضة وفيها نفس عدد الكروموزومات، يعني التي توصل عدد الكروموزومات إلى الأنثى إلى أن تكون بويضة منتجة لأنثى، أو ينشأ عنها أنثى إما قادرة على الولادة أو عقيم. فإذا كان هذا الأمر في حياة الناس قد علموه، والكل يقر بأن الله عز وجل خلق آدم بغير أب وأم،
فلماذا يستبعدون ذلك ويقولون عن المسيح من أبوه؟ ليس له أب، وهذا في قدرة الله سبحانه وتعالى ليس ببعيد. كما ذكروا أن القسمة، أن الله عز وجل خلق القسمة الرباعية، أن الله عز وجل خلق آدم بلا أب ولا أم، وخلق حواء من أب بلا أم، وذلك أنها خلقت من آدم فهو بمنزلة أبيها، والله أعلم بكيفية خلق حواء من آدم، لكنها خلقت من ضلعه. ثم خلق سائر الناس من أب وأم، من ذكر وأنثى، وبقي قسم رابع وهو من أم بلا أب، وهذا الذي حصل في المسيح عليه السلام، فاكتملت القسمة الرباعية الدل على كمال قدرة الله عز وجل وأنه لا يعجزه شيء. والآية دالة دلالة واضحة بينة على قبول العقل لمثل هذا، بل لما هو أولى منه، فلماذا يعترضون على في شأن المسيح صلى الله عليه وسلم؟ قبل العقل الإنساني أن عيسى، أن آدم مخلوق من غير أب وأم، فلماذا لا يقبل؟ وأي شيء يمنع من أن يقبل أن عيسى خلق من أم بلا أب؟ ليس عندهم حجة على ذلك. ثم القدرة ظاهرة في كلام الله سبحانه وتعالى الذي يكون به الخلق، قال ثم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولذلك مادة المسيح صلى الله عليه وسلم، مادة جسمه كسائر أجسام البشر، مردها إلى التراب، أصلها إلى التراب، أصلها تراب، وهذا أمر ظاهر محسوس، ويثبته العلم الحديث أن أجسام الكائنات التي على وجه الكرة الأرضية مردها إلى الطبقة العليا منها، وهذا لأن الإنسان إنما يتغذى على الحيوان والنبات، والحيوان يتغذى على النبات، وعلى بعض الحيوانات الأخرى المتغذية على النبات، وهذا النبات ينبت أصلا من الأرض، فلا يتصور أن توجد مادة في جسم الإنسان ولا الحيوان غير التي وجدت في هذه الأرض. فبقدرة الله سبحانه وتعالى يكون الله من التراب هذا الكائن وغيره من الكائنات، وهو عز وجل على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا هو الحق، وهذا الذي جاء به المسيح عليه السلام في الحقيقة، حين يكثر أن يقول كما عندهم في الإنجيل يقول ابن الإنسان، فهو إنما يذكر نفسه بأنه ابن الإنسان، ليس ابنا إلهيا لكنه ابن الإنسان. وصفات البشر جارية عليه من الولادة والموت، لأنه سيموت قبل يوم القيامة، نحن نثبت ذلك، والنصارى أثبتوا عليه موتا متقدما، وكما ذكرنا أن الراجح في قوله تعالى إني متوفيك أي أخذك عندي، وأنه مثل وفاة الأنفس التي لم تمت في منامها، وليس أنه أمات. وإن كانت المسألة في مسألة موت المسيح صلى الله عليه وسلم ورفعه، هل مات قبل أن يرفع، وأن الوفاة بمعنى الموت، فيها خلاف سائغ، لكن الصحيح أنه لم يمت، وأن الوفاة المذكورة هي الأخذ، أن الله أخذه عنده في السماء. وأما أنه يموت فهو يموت قبل يوم القيامة. فإذا اتفق المسلمون واليهود والنصارى على أن عيسى مولود وأنه يموت، فهذه علامات البشرية الواضحة، وكان يأكل الطعام كذلك، وهذا أيضا يثبته النصارى، ولا يستطيعون الامتناع، بل وتكون له الحاجة، ولكن تأدبا لم يذكر الله سبحانه وتعالى أن الذي يأكل لابد أن تكون له الحاجة. ولكن عيسى كان كسائر البشر في حياته يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ليس أنه مكون تكوينا آخر غير تكوين باقي البشر من جهة الأصل، أنه خلق من تراب، وهو خلق عيسى عليه السلام خلق من أم. قال ابن كثير رحمه الله، يقول جل وعلا إن مثل عيسى عند الله في قدرة الله
حيث خلقه من غير أب كمثل آدم، فإن الله تعالى خلقه من غير أب ولا أم، بل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالذي خلق آدم قادر على أن يخلق عيسى بطريق الأولى والأحرى، وإن جاز ادعاء البنوة أنه ابن في عيسى بكونه مخلوقا من غير أب، فجواز ذلك في آدم بطريق الأولى. والعجب أنهم في نسب المسيح يذكرون في نهاية الأمر ابن شيث ابن آدم ابن الله، وهذا من ضعف عقولهم وفساد اعتقادهم، حيث نسبوا لآدم بنوة لكنهم يجعلونها بنوة تكريم فقط، وهو كلام باطل. فليس يكرم الإنسان بحال من الأحوال بأن ينسب إلى الله بالبنوة وإن كانت بنوة تكريم ومحبة، لكنهم يثبتون ذلك في شأن آدم كما ذكرنا على سبيل التكريم ويثبت على أنفسهم كذلك، وأما في عيسى فيقولون ولادة وبنوة حقيقية، نعوذ بالله من ذلك كله. يقول وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى بكونه مخلوقا من غير أب فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى، ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل. يعني حتى وإن كما ذكرنا نسبوا البنوة لآدم إنهم يثبتون أنه مخلوق. يقول فدعواهم في عيسى، فدعواها دعوى البنوة في عيسى أشد بطلانا وأظهر فسادا، ولكن الرب جل جلاله أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى. ولهذا قال تعالى في سورة مريم ولنجعله آية للناس، وقال ها هنا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أي هذا القول هو الحق في عيسى الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه، وماذا بعد الحق إلا الضلال. الحق من ربك، إذن لا حق سوى هذا القول، لا يتصور مساواة الحق بالباطل. الملل التي تخالف في شأن المسيح صلى الله عليه وآله وسلم إما بالتكذيب كما ذكرنا، وإما بالتقر بالقول بأنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة وأنه هو الله، فهذه والعياذ بالله أقوال لا يمكن أن تكون فيها أن يكون فيها شيء من الحق، لأنها ليست من عند الله عز وجل، وهذا لا يصح اعتقاد إنسان بدونه. أعني أن من علم شأن المسيح وقصته فلا بد أن يعتقد هذا الاعتقاد، فإن انحرف فيه فكذبه كاليهود أو ألهه كالنصارى كان كافرا والعياذ بالله بإجماع المسلمين بنص الكتاب والسنة والإجماع. قال ثم قال تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يباهل من عاند الحق في أمر عيسى بعد ظهور البيان، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، أي نحضرهم في حال المباهلة، ثم نبتهل أي نلتعن نطلب نزول اللعنة على الكاذب، فنجعل لعنة الله على الكاذبين أي منا أو منكم. وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران أن النصارى حين قادموا فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية، فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم. لما ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسار وغيره، قال ابن إسحاق في سيرته المشهورة وغيره
قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران 60 راكبا فيهم 14 رجلا من أشرافهم يؤول أمرهم إليهم وهم العاقب واسمه عبد المسيح والسيد وهو الأيهم وأبو حارثة ابن علقمة أخو بكر بن وائل وأويس ابن الحارث وزيد وقيس ويزيد ونبيه وخويلد وعمر وخالد وعبد الله ويوحنس وعبد الله ويوحنس وأمر هؤلاء يؤول إلى 3 منهم وهم العاقب وكان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه الذي هو اسمه عبد المسيح. قال والسيد وكان عالمهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم وأبو حارثة ابن علقمة وكان أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم مدرسهم بس هنا في خطأ آخر والمدرس والمدارس بمعنى قريب يعني صاحب علمهم. يقول وكان رجلا من العرب من بني بكر بن وائل لكنه تنصر فعظمته الروم وملوكها وشرفوه وبنوا له الكنائس ومولوه وأخدموه لما يعلمون من صلابته في دينهم وقد كان يعرف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته وشأنه بما علمه من الكتب المتقدمة جيدا ولكن احتمله جهله على الاستمرار في النصرانية لما يرى من تعظيمه فيها ووجاهته عند أهلها. قال ابن إسحاق وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر عليهم ثياب الحبرات جبب وأردية في جمال رجال بني الحارث بن كعب. قال يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا وفدا مثلهم وقد حانت صلاتهم فقاموا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم فصلوا إلى المشرق. هذه القصة مرسلة لأن الذي حدثه محمد بن جعفر بن الزبير. فمثل هذه القصص ينتفع بها إجمالا، أما تفاصيل أخذ الأحكام فلا بد من سند صحيح، فلا يمكن اليهود والنصارى الآن مثلا من الصلاة في مساجد المسلمين فضلا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى المسجد الأقصى ما أمكن المسلمين ذلك. وكما ذكرنا القصص المرسلة يستفاد منها إجمالا لا تفصيلا، وبالنسبة للأحكام التفصيلية لا بد فيها من سند صحيح. قال فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو حارثة ابن علقمة والعاقب عبد المسيح والسيد الأيهم وهو من النصرانية على دين الملك مع اختلاف أمرهم، يقولون هو الله ويقولون هو ولد الله ويقولون هو ثالث ثلاثة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. كثير جدا من العلماء إذا نقلوا أقوال النصارى ينقلون هذه الأقوال الثلاثة ولا يدركون أنها تصدر عن جميعهم، ينقلونها على أنها أقوال مختلفة وأنهم متناقضون مع بعضهم، بعضهم يناقض قول بعض، يقول مع اختلاف أمرهم، فيظنون أن طائفة تقول عيسى هو الله وطائفة تقول عيسى هو ابن الله وطائفة تقول هو ثالث ثلاثة. والذي يعرف عقيدة النصرانية
يدرك أنهم يقولون بالثلاثة الأقوال المتناقضة معا، وأن جميع فرقهم تقول ذلك الموجودة حاليا. الفرق التي تقول بالتوحيد منقرضة، لا وجود لها، ولو وجد فآحاد، لا يمثلون كنيسة مستقلة معروفة. الطوائف المشهورة كانت اليعقوبية والملكانية، أو بالاصطلاح المعاصر اليعقوبية لهم الأرثوذكس، والملكانية لهم الكاثوليك، وهم يقولون معا بهذه الأقوال الثلاثة. اختلافهم في أن المسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة، أم طبيعتان ومشيئتان. الأرثوذكس يقولون طبيعة واحدة ومشيئة واحدة، أن الكاثوليك يقولون طبيعتان، ناسوت ولاهوت، ومشيئتان، مشيئة ناسية ومشيئة إلهية. ولأجل أنهم ملتزمون بقرارات مجمع نيقيا الأول، فهم يلتزمون بأنه لا انفصال بين هذين. سموا أرثوذكس يعني أصوليين، أرثوذكس يعني يرجعون إلى الأصل، يقولون بما نصت عليه الوثيقة التي وضعها أحبار مجمع نيقية لقسطنطين، التي تنص على أن الذي نزل إلى الأرض هو الله شخصيا، مع إقرارهم بأنه ابنه، وفي نفس الوقت هو ثلاثة. فكيف هذه لا يمكن أن يقبلها عقل، وهم يعجزون إلى الآن عن تفسير هذا تفسيرا صحيحا، ويحاولون ذكر تثليث الصفات، مع أنهم لا يقولون بتثليث الصفات، يحاولون ضرب الأمثلة المقربة إلى ما يقبله العقل الإنساني من تثليث الصفات، وهو مثال الشمس، يقول حرارة وضوء وإيه وذات الشمس. والحقيقة أن مثل هذه مردها إلى تعدد الصفات. العقل الإنساني يقبل ذات واحدة متعددة الصفات، وكلامهم في المسيح على غير ذلك، وكلامهم في حقيقة ذات الرب على غير ذلك. لذلك يقولون لا يفهم هذا إلا من امتلأ من الروح القدس، ويحيلون إلى ذلك المجهول الذي لم يحصل في التاريخ قط. أعني أنه لماذا لم يوجد واحد فقط امتلأ من الروح القدس يشرح للناس وللنصارى خصوصا هذه العقيدة، ثم مع اختلافهم فيها لأنها متناقضة. حاول الكاثوليك أن يقولوا بطبيعتين ومشيئتين لئلا يلتزموا اللوازم غير المحتملة من أن كل الصفات النقص، صفات النقص البشرية التي تثبتها الأناجيل في المسيح، هي صفات الرب. فقالوا أن هذه الجزء الناسي، الجزء الإنسي، وهناك الجزء الإلهي أو المشيئة والطبيعة الإلهية، لكنهم يرجعون إلى التناقض، لأن النص القانون يثبت أنه شيء واحد. كما ذكرت الأرثوذكس يقولون بنص القانون وأنه شيء واحد، هذا الرب تجسد، زي الفرق بين الحلولية والاتحادية عندنا، يعني المنتسبين للإسلام طبعا، مش عندنا، هم مسلمين منتسبين الإسلام، بيقولوا من الاتحادية بيقولوا إن هو شيء واحد تعددت صوره، الوجود كله شيء، صور مختلفة لشيء واحد. أما الحلولية فيقولوا أصلا في ذاتين حلوا في بعضهم مع عدم الانفصال التام كالملح في الماء، وكلا القولين كفر والعياذ بالله. والنزاع أكثر ليس في الروح القدس، النزاع في شأن المسيح عليه السلام. الخلاصة أن كلام العلماء المنقول دائما، لأنهم لم يتصوروا أن يقول قائل بالأقوال الثلاثة مع بعضها، فلذلك قالوا هم فرق، والحقيقة أن كل الفرق تقول بهذه الأقوال مع بعضها متناقضة، لا يقوله عاقل ولا يقبله منطق سليم ولا يقبل في فطرة سوية. البروتستانت في الحقيقة كاثوليك اعترضوا على بعض تفاصيل داخلية، لكن دي الفرق المنتشرة دلوقتي ثلاثة، الطائفة الإنجيلية دي هم أصلا كاثوليك، اعترضوا على عصمة البابا، اعترضوا على بعض العقائد عندهم والأعمال والأعياد، لكنهم في نهاية مطافهم يعتقدون عقيدة الكاثوليك في شأن المسيح عليه السلام، في أنه هو الله وهو ابنه وهو ثالث ثلاثة، دون ذكر حقيقة
واحدة في ذلك، لأن نص القانون نفسه متناقض، لأنه يثبت جوهرين في الحقيقة ثم يعود فيقول جوهر واحد، لأنه يقول نؤمن بإله واحد خالق الكل ضابط ما يرى وما لا يرى، أو خالق ما يرى ضابط الكل خالق ما يرى وما لا يرى، ونؤمن بإقنوم الابن المولود من أبيه قبل كل الدهور، إله من إله من جوهر أبيه مساو له في الجوهر. إذن ده بيثبت إن هو إيه؟ إنه جوهر تاني ومساو له في الإيه؟ في الجوهر، هما جوهرين يعني ذاتين. وبعدين بيقولوا إله من إله، ده كلام في منتهى الوضوح. وبعدين بيقول مولود من أبيه، وبعدين يرجع ينقضها في نفس الجملة بيقول قبل كل الدهور، لأن إثبات الولادة أحدهما أصل للإيه؟ للآخر قطعا وأخيرا. فكيف تقول قبل كل الدهور؟ يبقى قبل كل الأزمنة بلا زمان ماضي، يبقى منبثق من البداية. ويرجعون، ومع أن أنت بتحدد ما قلتش الابن هو الأصل والأب منبثق منه مثلا، وحدد في الروح القدس وقال أنه منبثق من الآب، منبثق من الآب، يبقى الآب هو ليه؟ الأصل. وبعدين بيعطيله صفات، أو كما ذكرنا ما بيثبتوش ثلاث صفات، لا ده بيثبت صفات متعددة، ده بيقول كلمات كثيرة. طب مش معنى الكلمة الوحيدة التي صارت أقنوما؟ أنت بتقول في كلمات كثيرة للرب، تقول في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله، ده أول كلمة في إنجيل يوحنا عندهم. الكلمة لماذا صار الكلمة كلمة واحدة وهو المسيح؟ صار أقنوما، ولم تجعل كل الكلمات التي قالها الرب أقانيم، فبدل ثلاثة يبقوا إيه؟ مئات الأقانيم، لأن الرب تكلم بكلام كثير، وهم يثبتون ذلك والتوراة تثبت ذلك. فهذه قضية في منتهى الوضوح والبيان، أن في تناقض. ثم يثبتون علما وحياة وقدرة ومشيئة، فلماذا لم تكن هذه الصفات أيضا أقانيم بمعنى شخصيات متعددة حتى تصير؟ بل هو يثبت صفات مخصوصة لكل إقنوم من الأقانيم، لكل شخصية من هذه الشخصيات الثلاثة، ويحدد مثلا أن علم قيام الساعة لا يعلمه أحد، ولا الملائكة الذين في السماوات، ولا الابن، لا يعلمه إلا الآب. فهو يصرح أن الأقانيم مختلفة الصفات، وأن علم هذا يختلف عن علم هذا، فضلا عن أن المسيح كلامه الصريح الواضح يؤكد عدم المماثلة، بل يؤكد أنه ليس هو الله عز وجل، حين يقول له أحد تلامذته عن علمه فيقول تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني. إذا كان هناك شيء، إذا كانوا شيء واحد، فكيف يقول تعليمي؟ لينفي عن نفسه أنه جاء من، أن هذا العلم جاء من عندي، فكيف تزعم أنه هو هو؟ فكيف تزعم أنه جوهر مساو له في الجوهر من كل جهة؟ ويقول له أيها المعلم الصالح، فيقول لماذا تدعونني صالحا؟ ليس من أحد صالح إلا واحد وهو الله. الصالح هي غالبا أصلها الكامل، والله أعلم. فهو يثبت أنه ليس بكامل، وأن الله عز وجل هو الكامل الذي له صفات الكمال، ويثبت أنه رسول صراحة يقول بل للذي أرسلني، ويثبت اختلاف المشيئة، فيقول لتكن مشيئتك أنت لا مشيئتي أنا، لتجزي عني تلك الكأس، نفسي حزينة حتى الموت. فكلام صريح وواضح أنه لا يريد أن يموت بهذه الطريقة التي يزعمون أنه مات بها، ويقول لتكن مشيئتك أنت لا مشيئتي أنا، بينفي عن نفسه أن هي دي، أن مشيئة تكون واحدة. ويثبت أما عبادته لله عز وجل فهي لا يمكن أن تنكر في الأناجيل، الأناجيل كلها تثبت عبادة المسيح الله ركوعا وسجودا، مع أنهم ما عندهمش سجود، ويخر على الأرض هناك لله، وكان يسرد لله ألفاظ صريحة في الأناجيل، وأنه كان يصلي، وأنه قال للرب إلهك تسرد وإياه وحده تعبد، في دفع كلام الشيطان له حين أمره أن يسرد له، فقال مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعالى. ثم بعد ذلك العهد القديم، يعني نريد أن نقول أين من هذه العقيدة؟ أي كان الناس عبر دين إبراهيم وموسى وداود وكل الكتب التي نزلت قبل ذلك خالية من هذا الاعتقاد بالكلية، وخالية من ذكر هذا الأمر في شأن الرب سبحانه وتعالى، وفي ذكر الصلب كفداء للخطيئة، وفي ذكر مولود له خصوصية بهذه الطريقة، وفي ذكر التثليث. فهل كان الله يخدع البشرية من عهد آدم إلى أن نزل
إلى أن جاء بولس الرسول الذي أسس هذه العقيدة. فلماذا الكتب قبل ذلك لم تشر من قريب ولا بعيد إلى أمر التثليث، بل التوحيد فيها والنص، فقضايا في منتهى الوضوح والبيان. الحقيقة إن لماذا نجد كثيرا من السلف إذا تكلموا عن أقوال النصارى جعلوها فرقا، لأنهم لا يتصورون أن عاقلا يقول هذه الأقوال المتناقضة مع بعضها، فدائما يحكون أنهم يختلفون إلى ثلاثة أقوال، والحقيقة أنهم يقولون بالثلاثة الأقوال مع بعضها، أنه هو الله وأنه ابنه وأنه ثالث ثلاثة. يقول تعالى الله عن قريب ملونك بتكملة كلام محمد بن إسحاق، يقول وكذلك قول النصرانية، فهم يحتدون في قولهم هو الله بأنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأسقام ويخبر بالغيوب ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا، وذلك كله بأمر الله وليجعله الله آية للناس. هذا هو الجواب، لماذا يحيي الموتى؟ عندهم إحياء الموتى في الكتاب المقدس الذي في العهد القديم متكرر، وعزير على الأقل كان قد أحيى الله عز وجل له حمارا ونحن نثبت ذلك، وهناك من الأنبياء من أحيوا الأموات قبل المسيح صلى الله عليه وسلم، بل ومعجزة موسى أعظم، فإنها إحياء للجماد، وما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من شأن الجمادات وحل الحياة فيها ومتصرفها تصرف الأحياء، كذلك من هذا الجنس، مثل حنين الجذع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل انقياد الشجرة كالبعير المختوم له عليه الصلاة والسلام. فهذا ليس بأول من وقع له إحياء الموتى، وإبراهيم عليه السلام وقع له إحياء الموتى حيث ادعوهن حين قطع الطيور الأربعة ثم دعاهن فأتينه سعيا. فشأن المسيح عليه السلام شأن إخوانه من الأنبياء، وكما ذكرنا أن المسيح يثبت أنه مرسل ويثبت أيضا أنه نبي، والألفاظ في ذلك نصوص وليست احتمالات، حيث يقول لا قالوا قد قام فينا نبي عظيم بما اسمع من المسيح، والمسيح يقر ذلك، وقال أيضا لا ما من نبي مهان إلا بين قومه وعشيرته، أو نحو لفظ العشيرة أو القوم. فهو يثبت على نفسه أنه نبي ويثبت أنه رسول، فمن الذي يقول إن الحياة الأبدية أن يعرفوك؟ يخاطب الله عز وجل، المسيح هو الذي يقول ذلك، يقول إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. كل دي في الأناجيل التي يتلونها هم، وليس في مثلا أناجيل نازعوا فيها كأنجيل برنابا أو غير ذلك، لا، ده أناجيل بين أيديهم إلى يومنا هذا. فاحتجاجهم بهذا بأنه كان يحيي الموتى شأنه شأن إخوانه من الأنبياء، وهو يثبت النبوة ويثبت الرسالة. يقول ويحتجون على قولهم بأنه ابن الله، يقولون لم يكن له أب يعلم، وقد تكلم في المهدي بشيء لم يصنعه أحد من بني آدم قبله. طبعا الجواب على ذلك أن آدم ليس له أب ولا أم، فبالأولى أن يكون ابنا، وكما ذكرنا أن هناك من الكائنات من يخلق من أم بلا أب، فهذا أمر مشهود. وأمر آخر وهو أنه تكلم في المهدي، فقد تكلم غيره في المهدي كذلك، وقد جعلها الله آيات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في المهدي إلا ثلاثة، ذكر قصة جريج العابد، وذكر المسيح أولا، وذكر قصة جريج العابد وقصة الطفل الرضيع الذي كلم أمه وقال عن الرجل الفاره ذي الشارة الحسنة اللهم لا تجعلني مثله، وعن الجارية التي تضرب ويقال سرقت وزنيت وهي تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فقالت الأم اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقال اللهم اجعلني مثلها. وثبت أيضا أن ابن ماشطة فرعون قد تكلم في المهد حين قال لأمه، حين أراد فرعون أن يلقيها في النار، لما قالت ربي وربك الله وربك الله، قالت لبنت فرعون ربك ربي ورب أبيك ربي وربك ورب أبيك الله، فحين ألقاها في النار تقاعست، فقال لها ابنها وهو في المهد يا أمه اصبري فإنك على الحق. ويذكر أن في قصة أصحاب الأخدود أن الغلام الذي تكلم وقال لأمه يا أمه اصبري فإنك على الحق أيضا كان طفلا رضيعا في بعض الروايات. فإذا الكلام في المهد ليس دليلا على
الإلهية ولا على البنوة، فهذا أمر ليس له حجة على الإطلاق. يقول: ويحتجون على قولهم بأنه ثاري ثلاثة، يقول الله فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا، فيقولون لو كان واحدا ما قال إلا فعلت وأمرت وقضيت وخلقت، ولكنه هو وعيسى ومريم. ده كان في العهد المتقدم، أن هناك من طوائف النصرانية من يقولون أن مريم إلهة تصريحا، ولكن هؤلاء انقرضوا أيضا، هذه الفرقة انقرضت، لكن بقي من يقول أنه ثلاثة هو الروح القدس الثالث. وهم يقولون، ويقول لك أنا بقولش ثالث ثلاثة، بعض النصارى في زمننا يقولون نقول هو إله واحد وثلاثة أقانيم، هي في الحقيقة عند التأمل هي قول واحد، لأن إثبات أن المسيح إله وأن الروح القدس إله يجعلهما مع الله كل منهم ثالث ثلاثة. تعالى الله عن قليم ولو عن كبير. طبعا الوجه في الرد على ذلك، على مسألة ذكر الجمع، أمرنا خلقنا قضينا، أن هذا في الواحد المعظم لنفسه، والله واحد أحد لا شريك له. يقول تعالى: الله وتقدس وتنزه عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وفي كل من ذلك، وفي كل ذلك من قولهم قد نزل القرآن، فلما كلمه الحبران، ده كلام، كل ده كلام ابن إسحاق، يقول في كل ذلك قد نزل القرآن، يعني ببيان هذه رد هذه الشبهات. فلما كلمه الحبران هو العاقب والسيد الأسقف أسقفهم، قال: قال فلما كلمه الحبران قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلما؟ قال: قد أسلمنا. تعريضا قال: إنكما لم تسلما فأسلما. قال: بلى قد أسلمنا قبلك. هنا تبين أن هم أصدهم أن احنا إيه؟ أسلمنا أمرنا لله وأننا منقادين لله دون أن نلتزم بدينك. قال: كذبتما، يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولدا وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزير. قال: فمن أبوه يا محمد؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فلم يجبهما، فأنزل الله في ذلك من قولهم واختلاف أمرهم صدر سورة آل عمران إلى 84 آية منها، هو إن مثل جواب قولهم فمن أبوه، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. ثم تكلم ابن إسحاق على تفسيرها إلى أن قال: فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من الله والفصل من القضاء بينه وبينهم، وأمر بما أمر به من ملاعنتهم، إن ردوا ذلك عليه دعاهم إلى ذلك، فقالوا: يا أبا القاسم، دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما نريد، بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه من أمر المباهلة والدعوة إلى الملاعنة. فانصرفوا عنه ثم خلوا بالعاقب، وكان ذا رأيهم، فقالوا: يا عبد المسيح، ماذا ترى؟ فقال: والله يا معشر النصارى، لقد عرفتم أن محمدا النبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم، خبر المسيح، ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم، وإنه لاستئصال منكم إن فعلتم، يعني إن قبلتم الملاعنة فستستأصلون، فإن كنتم أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. هو في الحقيقة سبحان الله أن المألوف والعادات والتقاليد دائما عند الناس هي المقدمة، العقبة الكؤود هو على ملة عبد المطلب، كما قال الله: ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. إن هم نشأوا على ذلك، يبقى إزاي نغير والعياذ بالله. فقال: وادعوا صالحوه، ادفعوا له ما الجزية وانصرفوا. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، قد رأينا ألا نلاعنك ونتركك على دينك ونرجع على ديننا والعياذ بالله، ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا
يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها في أموالنا، فإنكم عندنا رضا. يعني عندنا أنتم مرضيون، نحن نرتضيكم حكاما، فابعث لنا رجلا أمينا. قال محمد بن جعفر: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني العشية آخر النهار أبعث معكم القوي الأمين. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما أحببت الإمارة قط، حبي إياها يومئذ رجاء أن أكون صاحبها. لأن الوصف رائع جدا، القوي الأمين، وصف جبريل عليه السلام، ولكن على ما يتناسب مع البشر. قال: فرحت إلى الظهر مهجرا، راح بدري لعله أن يكون هو المقصود. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سلم، ثم نظر عن يمينه وعن يساره، فجعلت أتطاول له ليراني، يبين نفسه. قال: فلم يزل يلتمس ببصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح فدعاه فقال: أخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه. قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة رضي الله عنه أمين هذه الأمة، وذهب بهذا الشرف وهذه الفضيلة العظيمة أنه القوي الأمين. قال فدعاه، قال: وقد روى ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن محمود بن نبيد عن رافع بن خديج أن وفد أهل نجران قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، إلا أنه قال في الأشراف كانوا 12 بدل 14 الذين ذكرهم ابن إسحاق، ذكر 14، وذكر بقيته بأطول من هذا السياق وزيادات أخرى. روى البخاري عن حذيفة في الصحيح قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. قال فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، يعني من الجزية، نعطيك ما سألتنا، يدفع الجزية ويرجع إلى دينهم. فلم يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من يعني سماحة الإسلام الحقيقية، أن تفرض عليهم الجزية ويكون المسلمون هم الحكام عليهم. قالوا: وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث ابن مسعود بنحوه. وروى البخاري عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة الجراح. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: إن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال فقال: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. لأن ربنا قال: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فلم يتمنوا. وهنا قال: فإن حاجك من بعد ما جاءك من علمي فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لم يخرجوا للمباهلة، رجعوا عنها، أبوا. قال تعالى: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. لو خرجوا للمباهلة لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وقد رواه البخاري والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح. وروى البيهقي في دلائل النبوة قصة وفد نجران مطولة جدا، ولنذكره
فإن فيه فوائد كثيرة وفيه غرابة وفيه مناسبة لهذا المقام. روى بسنده عن سلمة ابن عبد يسوع عن أبيه عن جده قال يونس وكان نصرانيا فأسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه طاسين سليمان، طاسين سليمان اللي هي إيه؟ النمل، عشان فيها بسم الله الرحمن الرحيم، دي فيها الغرابة دي، كتب باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسقف نجران وأهل نجران أسلم، أسلم أنت فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد بدلا من عبادة العباد، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم فقد آذنتكم بحرب والسلام. فلما أتى الأسقف الكتاب وقرأه فضع به وذعره ذعرا شديدا، وبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له شرحبيل ابن وداعة، وكان من همدان، ولم يكن أحد يدعى إذا نزلت معضلة قبله لا الأيهم ولا السيد ولا العاقب، فدفع الأسقف كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل فقرأه، فقال الأسقف يا أبا مريم ما رأيك؟ فقال شرحبيل قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة، وده نص ما زال مولودا في العهد القديم، مسألة أن الله وعد إبراهيم في إسماعيل أن يجعل منه أمة عظيمة وأن يقيم في إخوتهم في إخوة بني إسرائيل نبيا مثل موسى، وهذه النصوص ما زالت موجودة، فهم قبل أن يحرفوا دلالاتها كانوا يعرفون أن أمة العرب سيكون فيها نبي، وإلى يومنا هذا لم يكن في العرب من يكون له شأن أصلا ولا تكون أمة عظيمة به إلا محمد صلى الله عليه وسلم. قال قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة، فما يؤمن أن يكون هذا هو ذاك الرجل، ليس لي في النبوة رأي، ولو كان أمر من أمور الدنيا لأشرت عليك فيه برأيي وجهدت لك. فقال له الأسقف تنح فاجلس، فتنحى شرحبيل فجلس ناحية، فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له عبد الله بن شرحبيل وهو من ذي أصبح من حمير، فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه، فقال له مثل قول شرحبيل، فقال له الأسقف تنحى فاجلس، فتنحى عبد الله فجلس ناحية، فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له جبار بن فيض من بني الحارث بن كعب أحد بني الحماس، فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه، فقال له مثل قول شرحبيل وعبد الله، فأمره الأسقف فتنحى فجلس ناحية. فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعا أمر الأسقف بالناقوس فضرب به، ورفعت النيران والمسوح في الصوامع، وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار، وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا بالناقوس ورفعت النيران في الصوامع. فاجتمعوا حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح أهل الوادي أعلاه وأسفله، وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع، وفيه 73 قرية وعشرون ومائة ألف مقاتل، فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم عن الرأي فيه، فاجتمع رأي أهل الرأي منهم على أن يبعثوا شرحبيل ابن وداعة الهمداني وعبد الله بن شرحبيل الأصبحي وجبار بن فيض الحارثي فيأتونهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وأضعوا ثياب السفر عنهم ولبسوا حللا لهم يجرونها من حبرة وخواتيم الذهب، ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه فلم يرد عليهم، وتصدوا لكلامه نهارا طويلا فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل وخواتيم الذهب. فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان
وعبد الرحمن ابن عوف، وكان معرفة لهم، فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس، فقالوا: يا عثمان ويا عبد الرحمن، إن نبيكم كتب إلينا بكتاب، فأقبلنا مجيبين له، فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامنا، وتصدينا لكلامه نهارا طويلا فأعيانا أن يكلمنا، فما الرأي منكما؟ أترون أن نرجع؟ فقال لعلي بن أبي طالب وهو في القوم: ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال علي لعثمان وعبد الرحمن: أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتمهم، ويلبسوا ثياب سفرهم، ثم يعودون إليه. ففعلوا، فسلموا عليه فرد سلامهم، ثم قال: والذي بعثني بالحق، لقد أتوني المرة الأولى، وإن إبليس لمعهم. ثم سألهم وسألوه، فلم تزل به وبهم المسألة، حتى قالوا: ما تقول في عيسى؟ فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى، يسرنا إن كنت نبيا أن نسمع ما تقول فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عندي فيه شيء يوم هذا، فأقيم حتى أخبركم بما يقول لي ربي في عيسى. لهذه من الغرائب أيضا، لأنه كان قد نزلت سورة مريم في العهد المكي. قال: فأصبح الغد وقد أنزل الله هذه الآية: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إلى قوله: خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأبوا أن يقروا بذلك. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد بعدما أخبرهم الخبر، أقبل مشتملا على الحسن والحسين في خمير له، وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة، وله يومئذ عدة نسوة، استجب بنته ولم يأخذ نساء أحد من النساء ولكن ابنته. فقال شرحبيل لصاحبه: لقد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم يصدروا إلا عن رأيه، وإني والله أرى أمرا ثقيلا، والله لئن كان هذا الرجل ملكا مبعوثا فكنا أول العرب، طعن في عينيه ورد عليه أمره، لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبونا بجائحة، وإنا لأدنى العرب منهم جوارا، ولئن كان هذا الرجل نبيا مرسلا فلاعناه، لا يبقى منا على وجه الأرض شعر ولا ظفر إلا هلك. فقال له صاحباه: فما الرأي يا أبا مريم؟ فقال: أرى أن أحكمه، فإني أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا. فقال له: أنت وذاك. قال: فلقي شرحبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إني قد رأيت خيرا من ملاعنتك. قال: وما هو؟ قال: حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح، فمهما حكمت فينا فهو جائز، ما تحكم به فينا فهو جائز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل وراءك أحدا يثرب عليك يلومك. فقال شرحبيل: سل صاحبي. فسألهما فقال: ما يرد الوادي ولا يصدر إلا عن رأي شرحبيل. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلاعنهم حتى إذا كان من الغد أتوه، فكتب لهم هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنجران، إن كان عليهم حكمه، أن كان، لأجل أنه هم حكموه، يعني في كل ثمرة وكل صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق فاضل عليهم، وترك ذلك كله لهم على 2000 حلة، في كل رجب 1000 حلة، وفي كل صفر 1000 حلة، وذكر تمام الشروط وبقية السياق. الغرض أن وفودهم كان في سنة 9، لأن الزهري قال: كان أهل نجران أول من أدى الجزية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآيات الجزية إنما نزلت بعد الفتح، وهي قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وروى ابن مردويه عن جابر قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والطيب الظهر والسيد، فدعاهما إلى المناعنة
فواعده على أن يلاعنه الغداء. قال فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيبا وأقر له بالخراج يعني بالجزية. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق لو قال لا لأمطر عليهم الوادي نارا. لو أبوا الخراج وأبوا المنعنى لأهلكهم الله. قال جابر وفيهم نزلت ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. قال جابر أنفسنا وأنفسكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ابن أبي طالب وأبناءنا الحسن والحسين وأبناءكم ونساءنا فاطمة. هكذا رواه الحاكم في مستدركه وقال سعيد شرط مسلم ورواه أبو داود الطيرسي مرسلا. وقد روى ابن عورو يعني ابن عباس والبراء نحو ذلك. ثم قال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا معدل عنه ولا محيد وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا أي عن هذا إلى غيره فإن الله عليم بالمفسدين أي من عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد والله عليم به وسيجزيه على ذلك شر الجزاء وهو القادر الذي لا يفوته شيء سبحانه وبحمده ونعوذ به من حلول نقمته. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. طبعا هذا ليس بصحيح لأنه اختار فاطمة لأنها أخص به يعني أكثر وضوحا في الحجة أنه مستعد يلاعن على مين؟ على بنته مش على زوجته. هذا أشد. ليس أنهم ليسوا من أهل بيته، هم نساؤه من أهل بيته.